جربته قبل هيك فتت البطاطا الحارة مش طبيعية عن جد سوبر يومي موعدكم هالمرة رح تدمنوها. سلقت مكعبات البطاطا مع رشة ملح، استخدمت طنجرة لايف سمايل عن جد إنها رائعة، جرانيت غير لاصق. بعدين صفيت البطاطا وقليتها بزيت حامي حتى حصلت على هذا اللون الذهبي. وبهاي المقلاية الحلوة من لايف سمايل ميزتها إنه إيدها بتتركب وبتنفك في حال حبيتوا تدخلوها الفرن. شوحت كمية منيحة من الثوم المهروس بزيت الزيتون، وضفت الكزبرة الخضر المفرومة ودبس الفليفل الحار ورش من الكزبرة والبابريكا، ونزلت بالبطاطا اللي قليناها. آخر شيء ضفت عصير الليمون. حضرت الصوص البيضة المعتمدة بكل الفتات، رح أكتب لكم مقاديرها تحت البوست. وهلأ طبقت الفتة، فردت الخبز المقلي فوق الخس المقطع، وبعدين البطاطا الحارة اللي حضرناها. وزعت الصوص البيضة بهذا الشكل وزينتها بالرمان وبالصنوبر المحمص. طيبة كتير كتير، جربوها هيك بعزايمكم جنب الأطباق الرئيسية رح تعجبكم كتير. وهلأ لا تنسوا اللايك والسيف يا حلوين، وبالعافية على قلبكم يا رب.